الحروب التي تحصل اليوم في العراق وفي سوريا وفي بلدي الذي كان اسمه دولة اليمن ولم تعد لنا دولة، لا حكومة على الصورة أو لا ملحقنا العسكري. صعب أنت تجيب، معذور. مزقت دولتنا باسم الطائفية. نحن في اليمن 1000 سنة يا إخواني، 1000 سنة نحن والزيدية إخوة، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، لا يعنيني، كلمة الحق أقولها. نحن والزيدية إخوة 1000 سنة، وهم أقرب إلى أهل السنة، ويقولون بجواز ولاية المفضول على الأفضل، فهم يفضلون سيدنا علي لكن يصححون خلافة أبي بكر وعمر، هذا مذهب الزيدية. أثيرت فتنة خلال 30 سنة الماضية، جاءت مذاهب ليست من اليمن، نحن في اليمن شافعية وزيدية وأقلية حنفية وأقلية إسماعيلية وطائفة يهودية موجودة من قبل الإسلام في اليمن. دخلت علينا آراء أخرى إسلامية أوجدت فتنة فيما بيننا. جاءت دول من الخارج وأرادت توظيف ما لديها للعب على وتر الطائفية كما حصل في العراق. العراق قبل الاحتلال كنت تجد الشمري العراقي فخيدة سني وفخيدة شيعي، وهذا يتزوج من هذا وبينهم تزاور. تجد الكبيسي العراقي فخيدة سني وفخيدة شيعي، وهذا يتزوج من هذا ويتزاوران. بعد الاحتلال قام الاقتتال الطائفي بينهم. إذن لابد أن نفرق بين التوظيف السياسي للخطاب الديني المتنافر المحترد وبين حقيقة الخطاب الديني. نعم وجد كثير من المغفلين، أنا آسف على اللفظ، لكن عندما أحسن الظن سأقول مغفلين، أنا هنا أحاول أحسن الظن. وجد كثير من المغفلين المتحمسين المندفعين في الخطاب الديني من السنة ومن الشيعة يشبون النار ليقتتل بعضنا ضد بعض، هذا مرفوض. صحيح نرفض الامتداد الشيعي في السودان، تاريخ السودان ليس فيه شيعة، لماذا أنت تأتي بتوظيف أموال الدولة لتنشر التشيع؟ كذلك في المقابل لماذا تأتي لتنشر للتوجه السلفي هنا؟ أنت تريد تكون سلفي، كن سلفيا لا أحد يرفض، كن شيعيا لا أحد يرفض، لكن أن يتحول المسألة إلى جزء من مد النفوذ السياسي لا، هنا يصبح عبث بالسلم المجتمعي. هذا حصل في بلادنا، هذا حصل في بلادنا يا إخوان. لست ضد حرية الرأي، كل ما شئت ما دمت قد اجتهدت فأوصلك عقلك إلى ذلك، اقرأ. اليوم لا يوجد حجاب على القراءة والاطلاع، لكن أن يكون ضمن إطار سياسي لتصارع قوى في المنطقة. اليمن أصبحت اليوم مسرح لاقتتال إقليمي على أرض اليمن. لا 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 نرضى أن يحصل بالسودان ما حصل عندنا، أو يتكرر ما حصل في سوريا في العراق، صلى الله أن يفرج عن الجميع. ليبيا على مدى التاريخ وهي أشعرية مالكية، أليس كذلك؟ ليبيا على مدى التاريخ أشعرية مالكية وعلى مشرب الجني، بلد المنارات، منارات يعني مدارس تحفيظ القرآن، من أكثر البلاد اعتناء بحفظ القرآن الكريم، أصبح أهلها اليوم يقتتلون باسم الدين. هذا يرى الثاني كافر وهذا يرى الثاني مرتد، لا. وجب الآن على علماء الدين ودعاتهم أن يصطفوا صفا واحدا، وسامحوني على الجرأة وسوء الأدب سادتي العلماء، وإن كنت مخطئا فوبوني. وجب علينا اليوم أن نصطف صفا واحدا لننتزع الخطاب الشرعي من الأيدي التي تعبث به. الخطاب الديني تم اختطافه، وعلينا واجب جهادي في أن نسترد هذا الخطاب ممن يلعب به ويعبث به. الناس اليوم صارت تتجه إلى الإلحاد، الشباب يتوجهون للإلحاد. ولو لم أكن أعرف الإسلام لكفرت بالذي يعرض اليوم على أنه إسلام، لا يقبل عقل ولا يقبل قلب ولا تقبله روح. لهذا الذي قال قبل قليل أن الوقت وقتكم، نعم الوقت وقتكم معاشر أهل الطريق، الوقت وقتكم ليس بالانتزاع كما انتزع غيركم، ليس بالاستئثار، ليس بحظ النفس وقتنا نحن، لا لا، ليس بالنشوة. الوقت وقتنا لنكون خدما، الوقت وقتنا لنكون خدامين للدين وخدامين للبشر إكراما لخالقهم في خدمة خالقهم. وحتى يكون الوقت وقتنا في ذلك فينبغي أن نفع الجميع، نحب الجميع، نرحم الجميع، نحسن الظن في الجميع، حتى عندما نقسو
في استثناءات لا ينبغي أن تكون قاعدة في التقويم، ينبغي أن تكون قسوة الأب الرحيم أو الأخ الرحيم أو الابن المحب، وليست قسوة المضاد والعدو. ينبغي أن نستعيد مشارب القوم، أخلاق القوم، تعاملات القوم. اللالوب الذي أهدي إلينا، نريد اللالوب يشتغل في الليل في طلب الرحمة للأمة. هذا الذي يسبك ويكثرك ويهدر دمك، بل ربما يخطط لقتلك أو قتل بعض إخوتك بحجة أنك مرتد، قوم في الليل وشغل اللالوب. لكن انتبه، لا تشغل اللالوب في الدعاء عليه. اللالوب ما لهذا صنع؟ وبعدين لو حصلت له مصيبة تقول الله أكبر، كرامة، ما هي الكرامة. شغل اللالوب في الليل في طلب الهداية له، شغل اللالوب في الليل في طلب استمطار الرحمة لقلبه. إذا صعب علي أو عليك ذلك، فنحن بشر، أحيانا من شدة التألم يصعب علينا أن نبذل هذا المعنى من التسامح، من المسامحة. إذا صعب عليك شغل اللالوب بنية تطهير قلبك. أول تشغل اللالوب، يا رب قلبي توسخ بالبغضاء، طهر قلبي يا رب. لا تبت وأنت راضي بالبغضاء في قلبك. والله يا إخواني إنها القوة التي جعلت أدغال السودان تشهد أن لا إله إلا الله بدون قطرة دماء. هذه القوة التي ينبغي أن نستعيدها، قوة المحبة في الخطاب، قوة الرحمة، قوة الاحتمال، مقابلة الإساءة بالإحسان. ما ازداد عبد بعفو إلا